أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 9300 مخالف للإقامة لنظام الإقامة، وحوالي 4000 مخالف لنظام أمن الحدود، و1800 مخالف لنظام العمل. كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة إلى 186 شخصاً. جهود جبارة، هذا أقل ما يوصف به، من قبل وزارة الداخلية تبذل بشكل أسبوعي وتعلن بالنتائج والأرقام. بلا أي شك إن هذه الجهود وهذه الأرقام ستصنع الفارق الكبير مع الوقت، ويعني ستوجد حلول جذرية لمثل هذه الإشكاليات في المخالفات. الله يقويهم.